على الساعة 11:11 بالضبط كان واحد الزلزال في مدينة مراكش، وعلى ما يبدو كانت الضربة ديالو خلاص قوية جدا، حيث وصلت 6.8 على سلم ريتشر في لاكومين ديال إيغي. لا بروفوندور ديالها كانت تقريبا 8 كيلومتر. وشنا واحد اللحظات في الحقيقة صعيبة بزاف، خوف الزنزال اللي ضرب بهذه الدرجة هكا وبهذه القوة، لدرجة أنه في العمارة حسينا العمارة مشات ثلاثة الخطرات أو أربعة الخطرات، الناس بواحد راه باش خرجوا للشارع ما يمكنش يتصور. البكاء، الناس دابا ناعسة في الشوارع والناس ناعسة، ولكن ديك الدقة وهذاك الصوت الرهيب بحال اللي دايز من حداك شي تران، هذا هو الإحساس اللي خلع الناس وخلع كل شيء. إذا به خرجنا أنا ومدام نمشيو شوية تنشوفو داكشي كيتزعزع، ما عرفناش أشنو. المرة كتقول لي واقيلا شي كوبتر مهودة ولا، تنقول لها ربما زلزال. واحد لابيريود غير حسينا داكشي الأرض تزعزعات، فإذا به درت لقيت الناس كلشي خارجة، العلا الناس كلشي مخلوعة، والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد.